بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سجده منهور العمومي للمواشي يوم 31/7/2022، وتعالوا نشوف اسعار الشعاري في سجده منهور النهارده. صباح الخير يا معلمي. صباح العسل. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الله هو اكبر. تعرفوا باسمك يا معلمي؟ لا مش جاي الاسم. ليه يا معلم بس؟ طب منين طيب؟ من خربتها بحيره شباك الميمون. خربتها بحيره شباك الميمون، الله يبارك لك. وصلت. طب الاسعار ايه طيب؟ 14 اربع حشرات يا جماعه، خربتها بحيره شباك الميمون، الله يبارك لك يا معلمي. الف سلامه وتوصل بالسلامه. صباح الخير يا معلمي، كل سنه طيب يا غالي. الاسعار عامله في سوق ده منور النهارده. حلو والله، الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. من كام لكام كده؟ من 9 ل 10. من 9 ل 10. بسم الله ما شاء الله على الشعار الجاموس يا جماعه، من 9 ل 10. صباحك ابيض ان شاء الله، الله يبارك لك. منين يا معلمي؟ مثال برود يابا، تيل برود وتجار تيل برود، الناس المحترمه، الله يقويكم ويصلح حالكم وتوصلوا بألف سلامة يا رجال. الله أكبر. من 9 ل 10 يا جماعة، العجلة النتاية هي تلقانية. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. ما تدينا رقمك لحد عايز حاجة أتواصل معاه. 012 80 99 18 31 31. الاسم طيب؟ حاج مرضي. حاج مرضي تيل برود، الله يبارك لك يا حاج مرضي. أي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل مواجب. صباحك أبيض وتوصلوا بألف سلامة يا رجالي، نهاركم زي العسل إن شاء الله. بالله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. صباح الخير يا عم الحاج. صباح النور يا عم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. تاجر ولا جناه؟ جناه. جناه، الله يقويك ويعينك. بسم الله ما شاء الله. خدته بكام الخروف ده والله؟ ها؟ خدته بكام؟ بيقولوا ايه؟ بما يرضي الله الله وكيل. 3000 يا خال. هو اللي يقول برضه. يا عم ده تعبان. يا عم تعبان. تعبانه؟ حليه تعبانه؟ ألف سلامة عليها يا حاج. تعب عاملة كام برضه؟ شعر ولا؟ بتعمل لها وشاعة بقى بالمرة. نكشف لك عليها يعني؟ نكشف لها عليها من لها وشاعة. طب تعبان عند ايه يعني؟ ما انت مش انت اللي مش عارف ايه؟ بكام؟ عامله كام الله وكيل؟ مالهاش ثمن. مالهاش ثمن ازاي؟ نقوله ب 2000 ونص يا حاج. يا ويل مسارك يا علم. تقوله ب 2000 ونص طيب؟ يا ريس. نعم يا غالي. صباحك خير. خلي بالك. ماشي يا غالي. انا بقول لك كلمة دي. صباحك ابيض يا حاج ومتشكرين وربنا يشفي لك. ربنا يشفي لك يا حاج. قول الجنيه يا جماعه في سوق دمنهور. صباح الخير يا شيخ. كل سنه وانت طيب. بكام الذكر من دول والله يا شيخ؟ عدلك. نعم يا حاج. خد يلا. عاملين كام والله؟ 227 ل 200. 27 ل 200، الله يبارك لك يا حاج واجعل صباعك ابيض توصل بالسلامه. 27000 ل 200. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على العجول الجنيه البقر. صباح الخير يا معلمي. عامله كام والله؟ 12000. بسم الله ما شاء الله. تاجر ولا جناه؟ جناه. الله يصلح حالك ويقويك ويعينك ويبارك لك فيها ان شاء الله. 12000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على العجول الجنيه يا جماعه في سوق دمنهور. صباح الخير يا معلمي. الاسعار عامله ايه في سوق دمنهور النهارده؟ بكام العجله من دول والله؟ 13000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. عجول ذكوريات. بسم الله ما شاء الله جنيه. صباح الخير يا معلم. انا معلم. كل سنه وانت طيب. نفس الرقم برضه. نفس الرقم برضه 13000. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. 13000 يا جماعه الذكر من دول، الله اكبر. ربنا يبارك ان شاء الله للمال واصحاب المال، اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، الله يصلح حالكم يا رجالي. بسم الله ما شاء الله. العجول الجنيه البقر يا جماعه في سوق دمنهور النهارده. بكام الذكر دي ذاك يا بلبو؟ بكام يا غالي الاسعار النهارده؟ ب 60000 يا دوب رضينا اهو. ست رضي الاربعه ب 60000. الله يصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا عسل. رضين ما فيش حام باقي. طب ادونا رقمكم لو تجار حد يتواصل معاكم يشتريهم. 012 0344 0674 0617. قاعدين فين يا معلمي؟ قاعدين في ابو حمص. ابو حمص التجار، ابو حمص. اي حد يتواصل معاكم تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل مواجب. صباحكم ابيض. 60000 يا جماعه الاربعه. بسم الله ما شاء الله، الله يعوض عليكم ان شاء الله. هيتواصل معاكم حد يشتريه. الله يصلح حالكم يا رجالي، اللهم صل على النبي على العجول والذكوره يا جماعه الجنيه. صباح الخير يا معلمي، كل سنه طيبين. اسعار عم نفسه ده منور النهارده. والله غاليه. غاليه برضه. يعني اتذكر من دول عامل كام؟ يعني دول ب 11 الجوز دول وده؟ 12 ونص. الله يبارك لكم. تجار ولا جنيين؟ لا تجار. تجار. طب نتعرفوا باسمك؟ انا جوده ابو شريف. مين؟ جوده ابو شريف. المعلم جوده ابو شريف قاعد فين يا معلمي؟ احنا من جلينا.
قال لي كفر الشيخ ايوه انيس نورت في البحيره النهارده يا معلمي. طب معاك رقم تليفون لو حد عايز حاجه توصل معاه؟ لا لا ما ببيعش حبيبي. الله يبارك لك ويصلح حالك. عين البضاعه طبعا. طب ماشي، ما هو عين البضاعه ما هيتواصل معاك. طيب ازاي؟ شوف النت والبعتان والكلام ده كله. الاربع الله يبارك لك. طب المشاهد يتواصل معاك ازاي؟ ما هو رقم تليفونك عشان يجي لك ويعرف مكانك. يا باشا انا من جلين كفر الشيخ. جلين كفر الشيخ. الله يبارك لك يا حاج وجع صباعك ابيض. الله يبارك لك. الله يصلح حالكم وتوصلوا بالسلامه يا رجال. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء. السلام عليكم ورحمه الله.